بريوش بالبنان مقادير العجين فيها هاد العجين فيها جوج ديال المراحل غير العجينه بوحدها راه كيجي زوين وكيجي زعما واحد المذاق زعما زوين بزاف نتمنى المستمعات يجربوه ان شاء الله ان شاء الله. المرحله الاولى في العجين فيها جوج كيسان ديال الدقيق ديال جوج كيسان ديال العنبه فيها جوج كيسان ديال المدافي جوج معالق كبار خميرة عادية وربع كاس سنيدة جوج معالق كبار حليب غبرة واحد دانون مسوس يا غورت مسوس وخا واحد كنخلطوا جميع هاد المكونات غادي تكون سائلة بحال الشكل ديال البغرير وغنخليوها واحد ربع ساعة فواحد السوبيرا ولا واحد البانيو صغير اللي كنرجو فيه الحلويات والشهيوات ديالنا وكنغطيو بواحد السيفي غيزي وكنخليوها ترتاح واحد ربع ساعة. من بعد ربع ساعة اختي سنة كنضيفو ليها ثلاثة حتى لربعة الكيسان ديال الدقيق مغربلي مع واحد الخمارة حمراء ونص كاس ديال الزبدة رطبة وغادي ديك الزبدة غادي ندخلوها شوية بشوية للعجين حتى تجمع لينا العجينة ملي غادي تجمع لينا العجينة غادي نخليوها تخمر عاوتاني واحد ما بين تقريبا واحد ربع ساعة حتى ثلث ساعة ايه ضروري واخا ملي غنخليوها حنا ترتاح غادي نوجدو واحد الحشوة الحشوة هي ربعة البنانات مقطعين دوائر رقاق مع ثلاثة المعالق كبار سنيدة واحد الفاني وواحد شوية ديال الحامض باش ما يكحش لينا البنان كنخلطوا كل شيء هاد البنان وهاد السميد وكنخليه توا فواحد زلافه كبيره من بعد ملي كتخمر لينا ديك العجين كنسرحوها فوق الطابله ديالنا كنسرحوها رقيقه وكندهنوها بثلاثه معالق كبار زبده رطبه وكنرشوها بحبيبات ديال الشوكولات كوكيز وشويه ديال اللوز محمر مهرمش وكنستفو داك البنان كله كنستفو في ديك العجينه كتكون رقيقه وكنبداو اللويوه على شكل قضيب راه غير دابا البلاصه ما فيهاش كونيكسيون انا ملي غادي تشوفي الصور غادي نصيفط لك الصور غادي تشوفي المراحل ان شاء الله وكنروليوها حتى تولي على شكل بحال حربل كبير كنقطعو في دوك بحال شكل ديال السناك كندهنوا هذيك الطاوة الكبيرة ديال الفران ديك الدائرية كندهنوها بشوية ديال الزبدة وكندو نحطو في هذوك الدوائر اللي قطعنا كنخليوها واحد شوية وندهنوها بشوية ديال البيض من الفوق صفار ديال البيض وشوية ديال الخل وكندخلوها اختي سنة الفران كتحمر راه كتجي غزالة هي ما كتعاودش تخمر مرة أخرى صافي ملي كنعاودو نخليوها تخمر كنخليوها تخمر ثاني مرة أخرى لا ملي كنقطعوها على شكل شناك ونحطوها في اللاطة تتعاود تخمر مرة أخرى كتعاود تخمر مرة أخرى ثاني كنخليوها حتى تخمر وندهنوها بصفار البيض مع شوية الخل وندخلوها للفران حتى تخمر عاد كندهنوها واخا وكتحمر صافي هي واجدة عندنا مقدمة بالصحة الله يعطيك الصحة وهذا بالنسبة للبريوش البنان فعلا.